السلام عليكم، مرحبا بكم من في قناتي المتواضعة عالم حمو جوجو. أتشرف بمعرفتكم ووجودكم، تابعوني فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احنا اخوات في الدنيا، وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة يا جماعة جايلكم فيديو جديد. الفيديو النهاردة عبارة ان انا هعمل ايس كوفي. طبعا كلنا يا جماعة بنحب المشروب حلو قوي في الصيف، فانا قررت اعمل ايس كوفي. نحطه طبعا على لبن، على نسكافيه، على كابتشينو، بيبقى جميل جدا. فاول حاجة اللي انا عملتها، انا جايبة نص كوباية بن، اهو ده بن سريع الذوبان زي ما انتوا شايفين كده. زي طبعا ما جبت نص كوبايه من البن، هجيب طبعا زي ما قلت لكم ده بن سريع الذوبان او نسكافيه بلاك. طبعا هجيب طبعا نص كوبايه ميه من الحنفيه عادي خالص اهي، وهجيب طبعا نص سكر، دي طبعا نص كوبايه سكر هي. يبقى انا كده جبت نص كوبايه بن سريع الذوبان زي ما قلت لكم او نسكافيه بلاك. وجبت طبعا نص، كل ما تعيري مثلا لو انت جايبه كوبايه هتعملي كوبايه ميه وكوبايه سكر، لو انت جايبه نص كوبايه يبقى نص كوبايه بن ونص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه. فانا عشان كنت جايبه نص فعملت كل حاجه نص، حسب ما انت برضو ايه المعيار اللي انت هتعمليه، بيبقى المعيار زيه بالظبط. وهقلبه شويه، هقلبه عشان ادمج طبعا البن مع السكر مع الميه. ده بن غير البن المحوج التاني اللي احنا بنعمله، ده البن اللي بيدوب في الميه السخنه. يعني ما تروحي تشتري وقول عايزه بن سريع الذوبان او نسكافيه بلاك. هو طبعا دلوقتي انا هعمله في المضرب زي ما انت شايفه. فانا جايبه المضرب بتاعي، طبعا هحط الخليط ده عندي في المضرب وهضربه عشان يتقل معايا زي ما انتوا شايفين كده اهي. انا حاططها هنا طبعا عند المضرب، وافتح طبعا اشغل المضرب واضربها عشان تتقل معايا. شايفين انا حطاها، وده المضرب اللي عندي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنا المضرب وانا شايفين ده من جوه اهي، حاول تتقل معايا. بتضربي اكتر في المضرب وتيجي نتيجه احسن بكتير للايس كوفي اللي احنا بنعملوه. شايفه؟ عايزه اقول لك ان المضرب هيطلعها احسن من الخلاط. حبيت ان انا اوريها لك كويس قوي. هي شايفين يا جماعه؟ احسن معايا خالص. هي شايفين؟ الخلاط بيطلع معاكي كده، انما في المضرب بيطلع معاكي كده جدا. شايفين يا جماعه هيتعمل زي الكريمه ازاي؟ طبعا زي ما قلت لك المربيه اكتر بتتقل معاكي خالص. شايفين كده ازاي؟ هي ده القوام اللي انا عايزاه. عملت القوام بتاعها جدا. كده خلاص شايفين بقى تطلع معايا اهي كده. راح يطلع طبعا عندي زي ما انت شايفه معايا كده. طبعا انا خلصت الايس كوفي بتاعي هنا في الخلاط بتاع المضرب، في قصدي في بتاع المضرب. فدلوقتي احطه في طبق عندي اهو. دي الكميه طلعت معايا، شايفين ما شاء الله يا جماعه ايه ده، كميه حلوه قوي. شايفين يا جماعه القوام دي؟ طبعا تتحط طبعا في علبه وتتحط في الفريزر، وما تكفيش مش بتبقى مجمده، بتبقى برضو جميله. وتاخديه منها برضو طلعيها برضو تعمليها احلى ايس كوفي، بتبقى جميل جدا في الحاله اللي احنا فيه ده. فانا دلوقتي هجرب معاكم نسكافيه وهنعمله مع بعض ونحط عليه الايس كوفي الجميل ده، بيبقى جميل. او لو عندك بقى كوبايه لبن ساقعه وشويه تلج بقى وتحطيها، بتبقى بجد بجد بتبقى حلوه قوي.
تبقى طعمها جميل جدا، جربيها وهتدعي لي. مشروب جامد جدا من الحر اللي احنا فيه. طبعا هوريكوا تاني، استنوا. عملت بقى يا جماعه كوبايه كابتشينو، وهاخد معاكم طبعا الايس كوفي اللي احنا عملناه ده اهو، وهنحطه في الكوبايه بتاعتنا الجميله دي. اجمل ايس كوفي هتاكليه معانا، هتشربيه قصدي معانا، جميل جدا 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 اهي. حلو قوي المشروب الجميل ده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. عايزه اقول لك ان انت ممكن كمان تعملي كمان زي ما قلت لك كوبايه لبن ساقعه، لو عندك تلج كمان تحطي، وتحطي معايا ايس كوفي جميل احنا عملناه ده، بجد بجد مشروب حلو قوي وهيعجبك جدا. والوش ده يا جماعه طبعا بنحتفظ بيه طبعا في الفريزر زي ما انت شايفاه كده اهو، تحتفظ طبعا بالفريزر زي ما هو. اما لو انت عاملاه بالخلاط بيبقى في التلاجة، بس ما بتجيش طبعا السمك بتاعي ده زي ما انت شايفه كده، بحورهولك. بجيب طبعا العلبه بتاعت التلاجة اهي، وطبعا هعبيها هنا ونحطها طبعا في الفريزر، وكل ما احب استعملها هطلعها طبعا من الفريزر واستعملها، ومش هتديك ان هي مجمده، بالعكس هتبقى في السمك اللي انت شايفاه اللي هو الطري ده. هي المشروب بتاعنا الجميل زي ما قلتلك، عايزه تجربيه طبعا في لبن بحطي تلج. ولو عملتي بقى كابتشينو بقى اللي هو كابتشينو اللي هو البارد، تحطي فيها التلج وتحطي معانا الايس كوفي الجميل ده، بجد بيبقى جميل. طبعا انا عاملاه اللي هو كابتشينو الدافي اهو، وحاطه فيه الوش بتاعي، شايفين يا جماعه الجمال، بجد بجد جربوه حلو قوي قوي، والطريقه سهله جدا جدا ما بتاخدش اي وقت معايا. هحاول احطه كده اهي، تبقى حلوه قوي. طبعا قولوا لي في التعليقات ايه رايكم، وريكم في ايس كوفي الجميل انا عاملاه ده. ورب يا جماعه تكون وصفاتي حلوه وتكون بتعجبكم، واكون بقدم لكم كل جديد على قناتي، وده طبعا بيبقى حصر على قناتي. اتمنى يا جماعه فيديوهاتي تعجبكم ووصفاتي كلها بتبقى عاجباكم. انا بحاول اقدم لكم كل حاجه حلوه وكل حاجه جديده، وطبعا بحاول اقدم لكم كل حاجه اقتصاديه وكل حاجه سهله وعلى قد الايد، بتبقى جميله جدا زي ما قلت لك. هتجيبي طبعا، انا جبت نص كوبايه قهوه سريعه الذوبان، جبت طبعا نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، ورحت مقلباهم، وبعد كده حطيتها في المضرب بتاعي. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا بالظبط معاكم في الفيديو بتاعي هي بقت عامله ازاي والسمك بتاعها قد ايه، شفتوا طبعا عامله زي الكريمه جميله جدا، الوش بتاعي الجميل ده. طبعا عملت كوبايه كابتشينو وحطيت فيه الوش، شايفين يا جماعه الجمال. ولو انت حابه كمان لو عندك لبن زي ما قلت لك تحطيه، لو عندك لبن ساقع او تلج بيبقى جميل جدا جدا، وجربوه في الايام دي في الساقع بيبقى جميل قوي قوي. يا رب يا جماعه يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ولو انت داخل عندي جديد في القناه اشترك عندي في القناه ويعمل الكل عشان يوصل له كل جديد. ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل اللي بيرفع لي الفيديو، وشكرا جدا جدا لتعليقاتكم الجميله، انتوا فعلا احسن عيله عندي واحلى اخوات، ومع السلامه.